ارجعكم لليوتيوب وتشوفوا يا لي ثارات الحسين مين؟ طب من مين بكم تثاروا؟ طب اللي قتل حسين رضي الله تعالى عنه مات، واحنا لحد اليوم بنقول الحسين مظلوم ورضي الله عنه، اذا بدكم تثاروا من مين؟ افهموها، ايش يعني لثارت يا لي ثارات الحسين؟ ولن تسبى زينب من راس ان يقول ايش 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 ايش, إيش؟ برب فش امي على وجه الكره الارضيه كافره بتربي ابنائها على اعداء الامه الاسلاميه مثل ما بيربوا هذول الناس الشيعة الاثنى عشرية ابنائهم الشيعة. وانتم اليوم ما فيش داعي اني انا اثبت هذا الكلام، ادخلوا وشوفوا الكفر في اليوتيوب، شوفوا الكفر البواح اللي سبقوا كل الكفر في الارض، وشوفوا كيف انه اعدائهم بقصدوا اجتثاث الامة الاسلامية وتغيير وقدر الامكان تحويلها الى شيعة زي ما عمل الصفوي، قتل علماء الأمة وقتل الآلاف المؤلفة إن لم يكن ملايين، حتى حول إيران من سنة إلى شيعة. وليش نقول سنة وشيعة؟ من مسلمين إلى شيعة، هذه سنة وشيعة يبطلوا إياها، لأنه لا يعقل المسلم يكون يربي أبنائه على الحقد على المسلمين وبسمي مسلم، أصلا هو بكفرك. ولذلك غيروا اليوم الكلام وقولوا مسلمين ودروز، مسلمين وعلويين، مسلمين وشيعة اثنى عشرية، مش صحيح سنة وشيعة، هذا كلام كذب، صار واضح الآن انه ملفق، هذا لازم يعرفوا الناس. بقتلوا الشعوب، بقتلوا الشعوب وخانوا الأمة اللي دعمتهم وخانوا الأمة اللي ظنت انهم مسلمين وقالت لهم يا حبيبي، وبعدين طعنوها في ظاهرها، وهي هم اليوم صرنا نشوفهم في فضائياتهم وما حدا يقول لنا عنهم كفر. لم أرى من أي أمة كافرة مثل ما رأيت منهم في اليوتيوب اللي بشوفه وصفحاتهم على الإنترنت، كفر بواح. ولكن لازم تعرفوا زي ما قال في النصارى، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ثقوا تماما إنه بينهم عداء شديد، وهذه فرصة الإسلام الآن يرجع لأنه شعوب على فكرة من متحدين.